الناحية البيئية، إيش بيكون أثر البيئة على الحل اللي أنا بعطيه، وإيش بيكون تأثير الحل في البيئة. هذه هي التحليل اللي ما نبدأ نشتغل فيه على المشكلة اللي اخترناها. الآن عندنا المشكلة موجودة، نشتغل عصف ذهني قوي ونبدأ نحلل على ضوء هذا. اكتبها. هناك شيء قبل الزراعة المائية أهم بكثير من الزراعة المائية، وهي الزراعة بحد ذاتها. لاحظنا في السنوات الأخيرة بأن هناك ممارسات زراعية ولكنها مدمرة كارثية للبيئة. الدكتور اللي يتوقع أن هالمريض يموت وما يعيش، الدكتور الله يرحمه توفى ومات. والمريض اللي توقعه وما يعيش خمس دقائق لقدام، شافوا قدامكم اليوم بيتكلم عن التعفيس. كون ان كدولتنا دوله صحراويه وشفت هالمنظر، وان قالوا لنا في محميه واول مره تشوف هالمنظر وايد حلو، وايد خلفيه ان كنت احط ان ما عندنا اي شيء غير الجفاف وجفاف وجفاف، لكن كوننا شفت الطبيعه مثل هذه والماي، وما شاء الله لون الماي يمكن انقى من لون مياه البحر عندنا، وجوله وايد كانت رائعه ومليئه بالمعلومات اللي استفدت منها من انواع طيور ما كنت اتوقع انها موجوده، ومن طبيعه مثل هذه. يعني اليوم كانت الأكاديمية موجودة في الهيئة في المحمية الجهرة، وصراحة يعني استمتعوا وشافوا شغلات جميلة جدا. مثل ما احنا شايفين الكثير من الناس هني صراحة يعني انصدموا انه موجود المكان هذا بالكويت. مثل ما احنا شايفين هني طيور كبيرة جدا وجميلة جدا في التنوع الحيوي اللي موجود عندنا، ويعطيكم العافية وقواكم الله. بلغ الشيخ جابر الله يرحمه ان هذا مكان مهم وعالميا طبعا، قال له خلاص هذا هو وزير الاشغال عندك، وهذا اللي حصل. من ثاني يوم ثالث يوم جيت وزاره الاشغال سكرته في جبل. الانسان اللي يبادر يكون اول واحد يسمع التغيير عاده هو اللي يهاجم، عاده انتقادات بتوجه له، عاده هو اللي بيعاني. اليوم بعده ما بيعانون، بيون الامور جاهزه، لكن له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وفيها يعني مقاطع من أفلام لأعمال تطوعية جبارة على مدى على مستوى نقول الوطن العربي وعلى مستوى العالم لله الحمد. انتسبت إلى كثير من الفرق التطوعية، كل الفرق التطوعية الغوص أنا أحد مؤسسينها لله الحمد. يعني إحنا نعمل على تحسين علاقة الإنسان السلبية ببيئته، يعني نحسن علاقته. إحنا جايين نعمل حملة توعوية تربوية عشان نحسن سلوك الإنسان ببيئته، وطبعا تحسين السلوك البيئة هو أهم الأهداف، هو أول هدف. الإنسان هو أول هدف في أي يعني بحث بيئي أو أي عمل بيئي. نبني البيت، مو بس لازم نجيب مهندس معماري، لازم نجيب مهندس معماري ونجيب مختص جغرافيا عشان يعطينا اتجاه الرياح واتجاه حركة الشمس، عشان نبني البيت عكس اتجاه حركة الشمس، عشان تكون طول اليوم الشمس كلها ضاربة بالبيت والمكيف والكهرباء شغال، فيصير عندنا استهلاك كهرباء. وأيضا عمل جميع ما يلزم، يعني مثلا نلزم أيضا المصانع أن تعمل أعمال الصيانة وتبديل قطع الغيار، وأيضا توفير استخدام المستهلكات لضمان دقة البيانات، على أساس لما إحنا نستقبل جميع بياناتهم فهم عاملين جميع الصيانة حقهم على أساس أن تكون البيانات تكون عندنا دقيقة وما تتعدى مستويات الحدود المسموح فيها. جميعكم إن شاء الله متخصصين في ومهتمين في العمل البيئي التطوعي، لكن في هنالك بعض الملامح وبعض الأمور الطيبة اللي لازم نفقهها وشلون ندير وقتنا خاصة في العمل التطوعي بشكل عام والعمل التطوعي البيئي بشكل مغنن. لكل شيء كبير شيء بسيط. يعني قصتي مع عالم البحار ابتدت في هذه القصة، ريادة الأعماق. شايفين هذا مال ليدي بيرد، يمكن أيام ما كنا صغار القصص هذه. طبعا هذه قصة تم إهداها لي من والدي الله يحفظ والدينكم إن شاء الله، في سن لم أكن أعرف فيه القراءة. الاهتمام في التخضير، يعني إحنا أتوقع الكوكب هذا أمام كوارث مستقبلية. إحنا تعداد الكوكب الآن 7.6،
مليار. احنا الان نعاني في قضيه توفير الغذاء، قاعد نعاني في قضيه تغيير مناخ الكوكب، القادم أسوأ. لنفترض ان مجموعه من المتطوعين قاموا بالضغط على دول صناعيه معينه في ظاهره الاحتباس الحراري لوقف ثقب طبقه الاوزون، وتم هذا العمل بالفعل، منفعته على من؟ نجد ان منفعته تشمل العالم اجمع وليس مدينه ولا فريق ولا ذلك. الناس بعدها من جميع انحاء اليابان جت، ما قالوا حق مثلا طلبوا مساعدات من الدول اللي برا، زين هم بروحهم راحوا طوعوا الناس من كل مناطق اليابان، زين راحوا المناطق المنكوبه وراحوا قاموا يتطوعون في تنظيف واعمال الاغاثه وان يطلعون المصابين ويحاولون قد ما يقدر كل واحد بامكانياته. انتسبت لأكاديمية العمل التطوعي البيئي واكتسبت وايد أشياء. بالبداية كنت متخوفة، بس بعدين لما انطلقت الأكاديمية حسيت بشعور الأسرة، حبيت الأكاديمية وايد، حبيت الناس الأشخاص اللي معاي وايد ساعدوني، الدكتور عادل ما قصر معاي، المجموعة اللي موجودة الستاف كله كان وايد حلو، حتى المحاضرين كانوا مبدعين معانا صراحة، وايد استفدت. أهم شيء استفدته روح التعاون. أنا اليوم وايد فخورة لأني كنت جزء من أكاديمية العمل البيئي التطوعي. شكراً للدكتور عادل وفريق العمل على إتاحة الفرصة لي لأن أكون في أكاديمية العمل البيئي التطوعي، وراح اشتاق وايد حق روح الأسرة اللي كنا فيها وكنا على قلب واحد. وأهم شيء تعلمنا شلون نحافظ على بيئة ديرتنا الغالية، والكويت تستاهل الأفضل والأفضل والأفضل. والروح الأسرية، العمل التطوعي مو بس انك تتطوع وتحسن من مستوى البيئه، لكن تتعرف على عناصر البيئه وتتعرف شلون تتعامل وياها. من خلال مشاركتي في هذه الاكاديميه تعلمت روح الفريق الواحد، وتعلمت اني اكون مساهمه في هذه البيئه بطريقه فعاله جدا. انا اليوم افضل لان انا اليوم صديقه للبيئه، لازم كلنا نترك اثر في بيئتنا.